النهاردة هنتكلم عن الـ IR method for TransFat Determination. قبل ما اتكلم عنها هتكلم عن الفاتس. الفاتس موجودة في الأكلات بتاعتنا اليومية، لكن بتختلف من saturated و unsaturated. الساتوريتد دي اللي ما فيهاش سي دبل بوند سي، لكن الانساتوريتد دي اللي فيها سي دبل بوند سي، وهو ده اللي خلق الترانس فاتي اسيدز. نتكلم عن ال HDL وال LDL كوليسترول، ده اختصار ل High و Low Density Lipoprotein كوليسترول. في واحد منهم نافع وهو ال HDL، والضار وهو ال LDL. بالنسبة للساتوريتد فهو بيعلي ال HDL ويوطي ال L، بالنسبة لل Unsaturated بيعلي الاتنين، بالنسبة للترانس فاتي أسيد بيعلي ال LDL وبيوطي ال HDL، وده اللي مخليه أكثرهم خطورة. ال Quantitation وال Identification of trans fatty acids كانت صعبة، وده لوجود مونوين وضاين وتراين فاتي اسيد ايزومرز، بالاضافة انه كان في ميني فات اسيد ايزومرز مش موجودة على الكوميرسيال كروماتوجرافيك ستاندردز، عشان كده اضطرينا نستخدم ال ATR FTIR method. واول فوائد البرنامج ده انه مور رابيد، كان بيعمل كوانتيتيشن للتوتال ترانس فاتي اسيد ليفل ان نيد زي التراي اكايل جليسرول ده، وهي ان الاكيورسي زادت. ده كان واضح لما ظهر الترانس فات باند عند 966. طيب ازاي بعرف الاكيورسي زادت ولا قلت؟ انا بعمل ريشيو بتوين سنجل بيم سبيكترم للترانس فات وستاندرد اويل فيه سيس دبل بوند اونلي. لكن عيب الطريقه دي انه حصل تداخل للانفراريد ابسوربشنز في الترانس ريجيون. الجهاز باي ابلاينج ستاندرد اديشن تكنيك، عيب التعديل دوا انه بيستغرق وقت اطول عن اللي فات، لكن بيديني نتائج اكثر دقه. مش ننسى ان الاوفيشال ميثود للديترمينيشن اوف ترانس فات كانت في الاول بالاي ار سبكتروسكوبي والكابيلاري جاز كروماتوجرافي. احنا جبنا جهاز الاف تي اي ار سبكتروميتر ووصلناه بستاندرد ميد اي ار سورس، تمام. والبليت بتاعت الجهاز كانت مصنوعة من السيلينيوم زنك كريستال، دي بنحط فيها العينة بتاعتي، لكن العينات الستاندرد كنا بنستخدم الترايجليسرايدز. فات سخناها في جلاس فيل في ووتر باس لغاية ما حصل لها هوموجينيسيشن. السبكتروميتر والاكسسوري سخناها في دراي اير، والسمارت ميراكل الاو تو ثيرمالي ايكوليبريت عند 70 درجة. الستاندردز بتوعي ليكويفايد ان هوت ووتر باس اند كيرفولي هوموجينايزد بيفور ايتش ميجرمنت، وكنا بنسحب العينه بتاعتي بالمايكرو بايبت. سبيكترم احنا حولنا الانفراريد سبيكترم ده لسكند دريفاتيف عشان الاكيورسي تزيد، ومن السبيكترم بيظهر ان كل ترانسفات ايزومر بيظهر بلون مختلف. ذا ترانسفات بتبين ايونيك بيك ريلاتيف للسيس فات عند 966. results كانت linear regression calibration plot ظهر.